بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سوف نتطرق إلى ما يسمى وحدة التحولات النووية، سوف نتطرق إلى ما يسمى مراجعة شاملة بالنسبة لها بما يخص الدرس، خاصة تطرق الأسئلة النظرية، الأسئلة التجريبية واللي هي يعاني منها بعض التلاميذ، وبالإضافة إلى تصحيح بعض المفاهيم خاصة بهذه الوحدة. وفي الأخير سوف نتطرق إلى تمرين شامل اللي هو يتمثل في بكالوريا 2018 علوم تجريبية. بالنسبة لهذه الوحدة التحولات النووية، بالنسبة لهذا العلم هو علم حديث جدا بالنسبة لتاريخ اكتشاف مكونات الذرة. بالنسبة للتحولات النووية، تحولات على مستوى النواة، يعني غادي أول حاجة غادي نأكد على ما يسمى النواة. بالنسبة لهذه الوحدة تنقسم إلى جزئان، ما يسمى بالتحولات الطبيعية وما يسمى بالتحولات المفتعلة. بالنسبة للتحولات الطبيعية فيها جزئان، جزء كيفي، جزء ماذا؟ كيفي وجزء كمي. كيفي فاش يضطر نترجموه فيما يسمى في النشاط الإشعاعي، أما بالنسبة هنايا دراسة كمية نتطرق إلى ما يسمى قانون التناقص الإشعاعي. بالنسبة للتحولات المفتعلة ما يسمى الانشطار والاندماج. بالنسبة لهذا المخطط هو اللي غادي نخدم عليه بإذن الله. هذا غادي يكون بالنسبة في الفيديو الجزء الأول، هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني. الجزء بالنسبة للانشطار والاندماج كلاهما في الجزء الثالث. حاليا سوف نتطرق ما أول حاجة ما يسمى في البنية النووية. البنية ماذا؟ النووية. أول حاجة غادي نأكد عليها ما يسمى البنية النووية. إن أصغر مكون للمادة هي الذرة. الذرة التي بدورها تتكون من ماذا؟ من نواة. أصغر مكون للمادة هي الذرة التي بدورها تنقسم إلى إلكترونات ونواة. نعاود نكرر، لماذا نتطرق إلى البنية النووية؟ لأن أصل الفيزياء النووية هي فيزياء ما يسمى تتم على مستوى النواة، على مستوى ماذا؟ النواة. بالنسبة للذرة تتكون من الإلكترونات التي تدور حول النواة. النواة شحنتها موجبة، الإلكترونات شحنتها سالبة. النواة بدورها تتكون من ما يسمى بالبروتونات اللي هي بي بلس، أما ماذا؟ النيترونات أن. بالنسبة لهذه الرموز هي رموز لا ماهيش رموز تخص بالفيزياء النووية. نعاود نقولوا نكتبوا الرموز تاعهم بطريقة صحيحة. صح، شحنة الإلكترون سالبة، شحنة النواة موجبة. بالنسبة للبروتون، بروتونات شحنة تاعها شحنة موجبة، النيترون عديم الشحنة، الإلكترون شحنة
سالبة هذا بالنسبة لمسمى البنية النووية بالفكر المبسط بالنسبة للسنة أولى ثانوي. لكن حنا نحتاجه ما يسمى الفكر أو المعلومات اللي خصنا بالنسبة للبنية النووية. الفكرة بالنسبة لاكتشاف الذرة يعود إلى أو اكتشاف الإلكترونات ما يسمى بالعالم تومسون، أما النواة فيعود إلى العالم رودرفورد. البروتونات بالنسبة لرودرفورد، أما النيوترونات بالنسبة للعالم شادويك. هذا بالنسبة لنقسم النموذج النووي نتيجة عمل ما يسمى العالم رودرفورد بالإضافة إلى شادويك. بالنسبة للإلكترونات، من خصائص الإلكترونات أنه ماذا؟ لديه شحنة سالبة. الإلكترون شحنته ناقص 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولوم. بالنسبة للبروتون شحنته إيش؟ موجبة، اللي هي زائد 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولوم. أما بالنسبة للنيوترونات فهي عديمة الشحنة. بالنسبة للكتلة، بالنسبة لماذا؟ للكتلة، كتلة الإلكترون اللي هي 9.1 في 10 قوة ناقص 31 كيلوغرام. كتلة البروتون اللي هي بالتقريب 1.66 في 10 قوة ناقص 27 كيلوغرام. بالنسبة للبروتون عديم الشحنة لكن لديه كتلة. بالنسبة للنيوترون فهي بالتقريب 1.66 في 10 قوة ناقص 27 كيلوغرام. هنا الملاحظ أن ماذا؟ الملاحظ أن كتلة البروتون بالتقريب هي كتلة النيوترون، واللي هي أكبر بكثير من كتلة الإلكترون. يعني في هذه الحالة شنقول هنا؟ شنقول هنا؟ كتلة الإلكترونات على سبيل المثال هنا 10 قوة ناقص 31، هنا 10 قوة ناقص 27، يعني كتلة البروتون والنيوترون أكبر بكثير من كتلة الإلكترون ب 1830 مرة. كتلة الإلكترونات مهملة أمام كتلة البروتونات والنيوترونات. بما يسمى تعادل كتلة إلكترون أو كتلة بروتون بالتقريب، كتلة بروتون اللي هي بالتقريب كتلة نيوترون تساوي 1830 مرة 1830 في كتلة إلكترون. لهذا هنا لكم ملاحظة نأكد على حاجة، لحساب كتلة الذرة نهمل كتلة ماذا؟ الإلكترون. يعني في هذه الحالة لحساب كتلة الذرة نقوم بحساب واش؟ كتلة البروتونات زائد كتلة النيوترونات. هذا بالنسبة للنموذج ماذا؟ البنية النووية حسب الفكر بالنسبة للسنة الأولى، السنة الأولى بالإضافة إلى ما يسمى المكتسبات القبلية. بالنسبة هنا نعود نقول هنا الكتلة الإلكترون أصغر بكثير من كتلة البروتون، وكتلة البروتون والنيوترونات كتلتهم بالتقريب متساوية، فعليه كتلة الذرة هي من كتلة النواة. يعني هناك خلاصة شنقولوا هنايا، كتلة الذرة هي نفسها كتلة ماذا؟ النواة. وكتلة النواة شنو تساوي كتلة البروتونات زائد ماذا؟ كتلة النيوترونات. لهذا في الحالة هنايا كي نقول على سبيل كتلة نواة واحدة هي نفسها كتلة ذرة. يعني كي نتكلموا على كتلة ذرة وكتلة نواة نفسها. بالنسبة هذا جانب ماذا؟ الكتلة. بالنسبة للشحنة لو كان لاحظوا مع بعض أن ماذا؟ احنا عندنا نموذج ذري، عندنا النواة مركزية، نواة مالها؟ مركزية. الإلكترونات تدور حول النواة. إذا كان للنواة فيها 10 بروتونات يعني شحال عدد الإلكترون؟ 10. يعني هنايا عدد الإلكترونات هو نفسه عدد ماذا؟ البروتونات، لأن الذرة متعادلة كهربائيا. لو كان على سبيل المثال الكربون عنده 6 إلكترونات، يعني شحال عنده؟ 6 بروتونات. هذه بالنسبة للشحنة. يعني هناك خلاصة أن ماذا؟ الذرة متعادلة كهربائيا. بالنسبة هذا البنية ما يسمى هنا بالبنية النووية،
دوكا نفوتوا ما يسمى الاساس اللي هو الرمز الدري. هذا ما يسمى بالبنيه النوويه. قام العالم روديفورد بما يسمى باستخدام ما يسمى بالرمز الدري اللي هو الرمز ماذا؟ اكس ا زد. اكس يرمز بالرواج للذره، اي ذره يرمزها بالرمز اكس ا زد. بالنسبه لا يسمى بالعدد الكتلي، ما يسمى هنا العدد الشحني، يعني هنا في الحالة شحنة وهنا شكين الكتلة، أو ما بقوسين العدد الدري. هنا كملاحظة الله يجزيكم، العالم رودرفورد هنا كنلاحظوا مع بعض الرمز الدري هذا هو الرمز ساعة، قام بقسمته إلى جزئان، جزء باش خاص بالكتلة وجزء باش خاص بالشحنة. لو كنلاحظوا مع بعض هنايا بالنسبة لهادو العناصر المكونة للذرة، عندنا الكترونات والنواة، النواة بدورها تكون بروتونات نيترونات. كملاحظة هنا إذا تكلمنا على الكتلة، الكتلة ما هي العناصر أو الجسيمات التي لها كتلة؟ الكترون كتلته قلنا واش؟ مهملة، هنا شنو قلنا عليها؟ مهملة. يعني على سبيل المثال توزن عمارة، هل توزن مع هذا القلم؟ منطقيا ما يأثرش على الكتلة، لهذا شنو الكتلة مالها؟ مهملة. أما البروتون والإلكترون والنيترونات فكتلتهم غير مهملة ومتساوية، لهذا شنو يدخلوا في العدد الكتالي، يدخلوا في العدد الكتالي. أيوا يعني هنا شنو نقولوا هنا نجم شنو نسميه؟ الكتلة، يعني الكتلة هل كتلة منفصل أم كتلتهم مع بعض؟ لهذا شنو نسموا هو كتلة البروتونات زائد ماذا؟ كتلة ماذا؟ النيترونات. هادو الزوج مع بعض عندهم اسم علمي نسموه ما يسمى بالنويات، نسبة النواة تصغير نوية، جسم جسيم. النويات أو ما يسمى بالنيكليونات، ما يسمى بالنيكليونات. يعني عندك هنا أو هنا عذرا ليست كتلة البروتونات، بنقول عدد البروتونات زائد ماذا؟ عدد النيترونات. ولهذا بما ان البروتونات والنيترونات هما النيكليونات، بصفه عامه شنو نقول هنايا؟ هي عدد ماذا؟ عدد النيكليونات، عدد او ما يسمى عدد النويات. هذا بالنسبه للعدد الكتالي، العدد الكتالي. اما بالنسبه للعدد الشحاني واللي هو قلنا الشحنه، لو كان لاحظوا مع بعض بالنسبه للجسيمات اللي عندها شحنه، النيترون عديم الشحنه، هل يدخل في عدد ذات؟ ما يدخلش. لكن الالكترونات والبروتونات عندهم شحنه ولا ما عندهمش شحنه؟ يعني هذو فاش يدخلوا؟ في العدد ذات. يعني هنا العدد الشحاني ما هو؟ اللي عند الجسيمات اللي عندهم شحنه، اللي هي شنو نقولوا في الحاله هنايا؟ هي ماذا؟ هي عدد البروتونات. حنا كنلاحظوا مع بعض، على سبيل المثال لو كان دو مثلا ذره الكربون 12 على سبيل المثال. في هذه الحالة هنا كنلاحظوا مع بعض شحال عندنا من الكترون؟ 6 الكترونات. يعني عندنا شحال من الكترون؟ 1 2 3 4 5 6. هاد الالكترون شكون راه شادهم؟ الكترون سالب، ذلك راجع لأن النواة مالها موجبة. ما دام عندي 6 الكترونات عندي شحال من بروتون؟ 6. يعني 1 2 3 4 5 6. هذه شنو نسموها هنا في الحالة؟ بروتونات. يعني هنا في الحالة عدد الإلكترونات وعدد البروتونات ماله هو نفسه، ويساوي ماذا؟ عدد الإلكترونات. لكن هنا كنلاحظوا مع بعض نقولوا هذا بالنسبة لنا الوحدة التحولات النووية شنو نقصوا بها؟ تتم التحول على مستوى ماذا؟ النواة. هل الإلكترون داخل النواة؟ خارج النواة. لهذا ما ندروش الكترون، لا واش ناكد على البروتون. يعني في هذه الحاله شنو غادي نقولوا نسمو ذات؟ يسمو عدد البروتونات. مثلا كيما هنا شحال عندي بروتون؟ 6. اما ما يسمى عدد الكتالي اللي هو عدد البروتونات زائد عدد النيترونات، او ما يسمى عدد النيكليونات، شحال عندي من نيكليون؟ 12. اذا كان هنا نولوا للمثال تاعنا تاع الكربون، شحال عندي من نيكليون هنا؟ هذا وهذا ما هو؟ هذا شيكون زاد. شحال عندي من نيكليون؟
12 يعني 12 حبيبة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اي 12 هادو عناصر، هذه النواة شرا في وسطها بروتونات نيترونات. شرا عندي هنا في الحالة شحال بروتون؟ بروتون هو عدد زاد 6. شحال بروتون كي دايرة؟ موجبة، يعني شرا عندي هنا 1 2 3 4 5 6، البقية شي يكونوا منطقيا نيترونات. لهذا شنقولوا أ، شنقول هنا أ، أ ما هو؟ هو عدد البروتونات اللي هو زاد زاد عدد النيترونات من اللي هو أن. نعاود نكرر الله يجازيكم معليش، بالنسبة أ هو العدد الكتلي واللي هي العناصر اللي عندها كتلة اللي هي قلنا البروتونات والنيترونات، أما الإلكترون فعديم أو كواش كتلته مهملة. لهذا شنقول هنا أ هو عدد البروتونات وعدد النيترونات واللي يسموه مع بعض النيكليونات أو ما يسمى بنويات. أما زاد فهو العدد الشحاني والعناصر أو الجسيمات التي لديها شحنات تتمثل في الإلكترونات والبروتونات. على سبيل المثال الإلكترون عنده شحنة سالبة، بروتون عنده شحنة موجبة، يصير ما يسمى تجاذب، لهذا الإلكترون ما يروحش. في هذه الحالة إذا كان عندي 20 إلكترون راه عندي 20 بروتون، عندي 15 إلكترون 15 بروتون. لهذا في الحالة شنقول هنا عدد بروتون هو نفس عدد إلكترونات. ونذكروا واش قلنا، حنا ندرسوا ما يسمى التحولات النووية على مستوى ماذا؟ النواة. هل الإلكترون داخل النواة أم خارج النواة؟ في هذه الحالة شنقول هنا نبازو على ما يسمى عدد البروتونات. نولوا هنا هذا ما يسمى هاي. ندو على سبيل المثال آخر، ندو على سبيل المثال أو مثال آخر، ندو ما يسمى مثال، ندو مثلا نواة الهيليوم اللي هو HE 4-2. هنا في الحالة هنا عندنا H شحال 4 زاد شحال 2. هنا شهي تركيب النواة. نعاود ناكدو حنا نبازو على النواة. النواة شحال مش تكون بروتونات ونيترونات. شحال عندي زاد 2، يعني شحال عندي بروتون 2 بروتونات. شحال عندي هنا من نيترون؟ عندي شحال هنا ا شحال راه 4. اذا كان المجموع تاعهم هنايا، نعاودو الفكره هنايا، شحال عندي من نيكليون؟ 4. 1 2 3 4. إذا كان هادو بروتونين الباقي شيكونوا نيترونين المجموع تاعهم 4، إذا أن شيساوي أن هو أ ناقص زد. أ شحال عندي؟ 4 ناقص 2 شحال عندي هنايا؟ 2، يعني شحال عندي هنايا؟ 2 نيترون. هذه بالنسبة ما يسمى الرمز الذري. نواصل الله يجازيكم بالنسبة للرموز، بالنسبة لماذا؟ للرموز. لاحظوا مع بعض هنا بالنسبة للإلكترون، بالنسبة لماذا؟ للإلكترون. هنا شنقول في الحالة هنايا البنية النووية، هنا على سبيل المثال نقولوا هنا جماعة ما يسمى للرمز بالنسبة للبروتون يرمزوا له بالرمز، يا الله، بالرمز ماذا؟ بي. لو كان لاحظوا مع بعض البروتون عنده لديه كتلة، ستادير عنده 1 العدد الكتلي عدد الشحن. هل عندها شحنه ولا ما عندهاش؟ عندها شحنه موجبه ولا سالبه؟ موجبه، لهذا شنقولوا 1. النيترون ان نسبه نيترون عنده كتله يعني تجينا فوق 1، عندها شحنه ما عندهاش، يعني هذا الرموز مين جاو؟ جاو من الرمز الذري. لو كان دو مثلا على سبيل المثال الكترون، الكترون فوق كتله تحت شحنه، الكترون عديم او مهمل الكتله، يعني شنو نديروا هنايا؟ زيرو. الشحنه تاعها موجبه ام سالبه؟ سالبه، نديروا ناقص 1. يعني نعاودوا هذا الرموز مين جاو؟ جاو من الرمز الذري. يعني في هذه الحاله شنو نقولوا هنايا؟ ما يسمى هنايا كندير هنايا كم ملاحظه، يرمز لمكونات الذره ب الالكترون اللي هو او 0 موانز ما عندهاش كتله او كتلته مهمله بالاضافه شحنه سالبه، البروتون بي عنده كتله وعنده شحنه موجبه، النيترون
عندنا في الحاله هنايا ان عندها كتله لكن مهمل الشحنه. يعني في هذه الحاله ثم حنا على سبيل المثال بالنسبه للمتوسط كاين يدرسوا واش انه واش كاين البروتون يدير له بي هكا بي بلس، لكن بالنسبه للفيزياء النوويه ومسمى التحولات النوويه هادو من الرموز المعمول بها. نواصل في الحاله. السؤال المطروح عند اكتمال البنيه النوويه، عند اكتمال البنيه النوويه اللي هي سنه 1932، ندو مثال، ندو هنايا ما يسمى نواه الهيليوم، ايوا اللي يجمع جهه اش او 4-2. قلنا واش تكون؟ اش عندنا من هنا؟ هذا ا وهذا زد. بالنسبه ل ا هنا زد شحال عندي من الكترون؟ 2 الكترون. شحال عندي من بروتون؟ 2 بروتون. شحال عندي من نيترون؟ عندي 2 نيترون. ولا لا اللي هي عندنا ا اش تساوي ا ناقص ذات. لو كان نرسمهم بشكل مبسط ما يسمى الذرة الهيليوم، شعدنا هنا شعدنا من نيكليون 4، يعني هما 1 2، او نرسمها بشكل رسم كبير، هذه ما يسمى نواة الهيليوم. شحال فيها من بروتون؟ 2 اللي هي الشحنة تاعه موجبة، اما النيترون فعديمة الشحنة. يدور لها شحال من الكترون؟ ها هو 1 2. حسب الفيزياء القديمه، حسب الفيزياء القديمه ما يسمى بماذا؟ موجب مع موجب يصرى تنافر، سالب مع موجب يصرى واش؟ تجاذب. لو كان تبعوا جماعة الله يجازيكم، هنا كملاحظه بالنسبه هذو بروتونات وهذا الكترون، شنو يصرى ما بيناتهم؟ تجاذب ام تنافر؟ يعني شنو يصرى هنايا؟ تجاذب. نفس الشيء هنا ولا لا؟ اما بالنسبه لهنا ما بين بروتون وبروتون، شحنه موجبه موجبه، منطقيا شنو يصرى؟ تنافر. هذا السؤال خلى العلماء ينتابوا الى ما يسمى قوه جديده تسمى بماذا؟ بالقوه النوويه. لان المنطق شنو يقول؟ او ما يسمى حسب الفيزياء القديمه، بما ان البروتون مع بروتون بلس مع البلس او الموجب مع الموجب يصرى تنافر، بالاضافه الى ماذا؟ الالكترون يحاول يجبد البروتون وفي نفس الوقت البروتون يتنافر، يعني منطقيا النواه ما تبقاش متماسكه، النواه مالها؟ تتفكك. لكن العلماء هذا هو طرح الاشكاليه او ما يسمى الاشكال، اكدوا بما سمى وجود قوة جديدة سماها بماذا؟ سماها القوة النووية، سماها ماذا؟ بالقوة النووية أو عذرا ما يسمى بالقوة النووية، واللي هي في الحالة هنا كنلاحظوا مع بعض هذه شتكون؟ القوة النووية ما تسمى القوية، هي وهي أقوى قوة في الكون حاليا. بالنسبة يعني هنا في الحالة هنايا النواة منطقيا حسب الفيزياء القديمة قلنا واش تتفكك، راجع لقوة التنافر ما بين البروتونات بالإضافة لقوة التجاذب ما بين الإلكترونات والبروتونات، لكن رغم ذلك النواة مالها متماسكة. سبب ذلك راجع إلى قوة أقوى قوة اللي هي القوة النووية. يعني في الحالة هنايا أصل الفيزياء النووية جاية من كلمة القوة النووية، واللي هي القوة الجديدة بالنسبة للعلم أو بالنسبة للعالم، اللي هي أين توجد؟ لأصغر مكون للمادة اللي هي الذرة اللي بداخلها النواة. ما هي القوة النووية؟ يعني هنا أول سؤال نظري، تعريف القوة النووية. القوة النووية هي المسؤولة عن ماذا؟ عن تماسكهم هذو كي سميناهم النكليونات أو النوويات. يعني في الحالة شنو نقول هنايا؟ هي القوة المسؤولة عن تماسك ماذا؟ تماسك ماذا؟ النكليونات اللي هما بين قوسين شنو سميناهم؟ النوويات. واللي هما شنو هما النوويات؟ اللي هما البروتونات والنيترونات. هي القوة المسؤولة عن تماسك ماذا؟ النكليونات. هذه النكليونات من نلقوهم في النواة، ما يسمى هنايا المكونة لمن؟ للنواة. يعني أول سؤال، يعني في هذه الحالة هنا شنو نقول؟ الله يجازيكم، النواة متماسكة، التماسك تاعها راجع لواش؟ إلى القوة النووية. هذا بالنسبة ما يسمى بالفيزياء النووية، هذا كل شيء
سنة 1932. في هذه الحالة هنا نواصلوا ما يسمى بالنظائر. بماذا؟ النظائر. النظائر كنشوفوا مجموعة كلمة النظير لغة هي الشبيه. في هذه الحالة شنقول هنا؟ النظائر هي عناصر كيميائية، هي أنوية بصفة عامة. في الحالة غادي نأكدوا غير الأنوية، هي أنوية تتفق في زاد وتختلف في أ. لو كان ندوج مع مثال، هنا على سبيل المثال ندو نظائر الكربون سي 14 6، سي 12 6، سي 11 6، أو ندو مثال آخر هنا مثال لدينا مجموعة من الأنوية. كتب لك هكا X1 X2 X3 X4 6 12 6 7 5 10 11 12. هاي بالنسبة للنظائر هي أنوية تتفق في زاد، وزاد شيء مثل هو عدد نيترونات، يعني عندنا تعريف آخر شنو نقول هنايا؟ هي أنوية لها نفس الزاد، يعني عندها نفس عدد البروتونات، لها نفس عدد البروتونات وتختلف في أ. أ هو ما هو جمع بروتونات مع نيترونات، بما أن التشابه في البروتونات يعني اختلاف الراه راه في النيترونات، وتختلف في عدد النيترونات. على سبيل المثال لدينا مجموعة من الأنوية اللي هي X1 X2 X3 X4. لو كان لاحظوا مع بعض النظائر، النظائر قلنا هي أنوية تتفق في زاد أو أنها نفس عدد البروتون، كما هنا عندنا 6 بروتونات، هنا عندنا 7 6 5، يعني غادي نأكد العدد الذري اللي هو أو العدد الشحاني زاد. هنا على سبيل المثال هذه شحال عندنا هنا زاد؟ 6 7 6، يعني هذه هي النواة. يعني شنو نقول هنايا؟ اما اكس هنا اكس 2 شحال عندنا زاد؟ 7، وهنا اكس شحال؟ 5. في هنا شنو نقول هنايا؟ النواتين اكس 1 واكس 3 ناظرين. لو كان لاحظوا مع بعض ما بين نواة اكس 1 على سبيل اكس 4 لديهم نفس الأ لكن مختلفين في الزاد، لكن النظائر هي عناصر تتفق في زاد وتختلف في أ. لهذا شنو نقول هنايا؟ اللي عندهم نفس الزاد قلنا النواتين اكس أو اكس ثروة منهم نظيرين. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لتعريف النظائر. ماهيش مشكلة في الحالة النجم واصلوا هنايا. نواصلوا هنا نعود لله جزيكم بالمسمى نطرح الإشكالية. بالنسبة لنواة الهيليوم لدينا أو عندها واش بروتونين، يعني قوة تنافر. لو كان قارنوها مثلا مع اليورانيوم 235 92، هذا شيء مثل أ وهذا شيء مثل زاد. لو كان صح أن نلاحظوا مع بعض التركيب تحت شرع عندنا هنا او تركيب هذه النواة شنقول في الحالة هنا، هذه ما يسمى نواة اليورانيوم. نواة اليورانيوم هنا تركيبها موش تكون في الحالة هنا. لاحظوا مع بعض شرع عندنا هنا، عندنا شحال 92 بروتون اللي هو زاد بي 1 1. شحال عندنا من نيترون؟ قلنا النواة ولا ما قلناش درع، يعني هنا الالكترونات ما نجبدهمش، نجبد غير بروتونات ونيترونات. هنا عندنا ان ما هو؟ هو أ ناقص زاد. يعني شنو جينا هنا؟ 235 ناقص 92 جينا 143. 143 ماذا؟ نيترون. لاحظوا مع بعض هنا مقارنة هذه النواة بهذه النواة. هذه نواة ضخمة مقارنة بنواة الهيليوم. بالإضافة إلى ماذا؟ شحال عندنا بروتون؟ 92 بروتون. هنا شحال عندنا؟ بروتونين.
يعني وين غادي تكون قوة تنافر كبيرة؟ وغادي تكون قوة تنافر كبيرة بالنسبة للنواة الإيرانية. منطقيا إذا كانت قوة تنافر كبيرة، هنا ظهر مفهوم يسمى قوة التماسك. قلت ماذا؟ التماسك. يعني هنا أي النواة أكثر تماسك مقارنة بالأخرى؟ غير للتذكير فقط، بالنسبة للنواة مقارنة بالنواة الهيليوم ونواة اليورانيوم، نواة اليورانيوم نواة ضخمة مقارنة بنواة الهيليوم. بالإضافة إلى ماذا؟ هنا عندنا 92 بروتون وهنا عندنا بروتونين، يعني قوة التنافر تكون كبيرة ولا تكون صغيرة؟ هنا تكون أكبر من هذا. وعليه أي النواة أكثر تماسك؟ هي الهيليوم أكثر تماسك ماذا؟ من اليورانيوم. لهذا اليورانيوم مثلا نقول نواة أقل تماسكا أو نقول أقل استقرارا، يعني في الحال هنا نواة ماذا؟ غير مستقر. ظهر مفهوم ماذا؟ ما يسمى ماذا؟ النواة الغير مستقر، اللي هو ما يسمى بالنواة المشعة. النواة ماذا؟ المشعة. الإشعاع يعود إلى ما يسمى العالمة ماري كوري والعالمة ماش بيير كوري. بالنسبة للنواة المشعة، هي نواة غير مستقرة، هي نواة غير مستقرة. على سبيل المثال، لو كانت مثلا هنا نواة اليورانيوم قلنا 235 92، ندو نواة الهيليوم HE 42، هنايا الاستقرار بطبيعة الحال من بين العناصر المؤثرة عليه هي عدد البروتونات. كما هنا عندنا زاد 2، هنا عندنا زاد 92، عندنا 90 بروتون وعندنا هنا بروتونين. قلنا ان شاء الله جزيكم هنايا في الحاله هنايا النواه الاقل استقرارا هي نواه اليورانيوم، لان راجع لقوه التنافر الكبيره. النواه الشاديه منطقيا اسفك كما ولا تحوس تنقص من النيكل تاعها، لهذا شنو نقول هنا؟ تقوم بتفككات. يعني النواه المشعه ما بينها هذه نواه مستقره، هذه نواه مهنا غير مستقره. يعني شنو نقول؟ هي نواه غير مستقره. دونك منطقيا باش تحاول استقرار في هذه الدنيا، ربي سبحانه وحنا بغى البشر الكائنات اي حاجه خلقها، اي حاجه عندك مشكل ما تبقاش تشوف فيه، تحاول ماذا؟ تحاول الحصول على ماذا؟ الاستقرار. نفس الشيء بالنسبه للانويه، بالنسبه للانويه الاقل استقرارا تحاول تولي اكثر استقرارا. لهذا باش نقول النواه المشعه هي نواه مهنا غير مستقره. ايوا هنا باش تولي اكثر استقرارا تبقى تنقص في عدد النيكليونات، واللي هي عن طريق التفككات. يعني تقوم بتفككات اللي تمثل في الفا بيتا جاما. علاه تقوم بهم؟ لتصبح نواة، نعاود ناكدوا على هذه الجمله لان عندنا اشكاليه فيها، نواة اكثر استقرار. اكرر، لم اقل مستقره بل اكثر، لان هناك فرق بين كلمه مستقره وكلمه اكثر استقرار. هنا نشرح في هذه على سبيل المثال، مثلا لو كان دو مثلا اليورانيوم 235 92 غادي نتفق ما يسمى الفا، يعطينا هذه النواه تسمى بالنواه الام، تعطينا نواه البنت اللي هي التوريوم 231 90. هنا كان الله معنا، اذا طبقنا كلمه مستقره باللي هذه النواه مشعه قامت بتفكك اللي هو معنا نشوفوا ما يسمى الفا، هنا تعطينا نواة. إذا قلنا مستقرة، منطقيا هذه نواة غير مستقرة، بنسموها واش أكثر استقرار، لأن هي بدورها سوف تقوم بواش تفككات أخرى. لهذا في الحالة شنقول هنا؟ نعاود نأكد، بالنسبة للبكالوريا في التصحيح، إذا كان كلمة مستقرة فالتعريف خاطئ. لهذا نعاود نأكدوا على كلمة نواة أكثر استقرارا، ونعاود نأكدوا كاين فرق ما بين كلمة مستقرة ونواة أكثر استقرارا، لأن النواة البنت ماشي بالضرورة تكون مستقرة، تكون نواة مالها أكثر استقرارا. كما شحال عدد البروتون 92 او شحال عدد من النيكليون 25 شحال ولا 200، يعني راها تقوم تتناقص حتى تواش الحصول على ما يسمى بالاستقرار. لهذا شنو نقول ما يسمى تقوم بتفكك تصبح تقوم هي نواه غير مستقره، تقوم بتفكك الفا بيتا جاما لتصبح نواه مالها اكثر استقرار. السؤال المطروح هنا على سبيل المثال اعطانا مجموعه من الانويه، نكون ندو مثلا مجموعه من الانويه، اديت مثلا الكربون 12 6، ادينا مثلا ما سمى هنايا الهيليوم كما ادينا هذوك 4 2، لو كان ندو مثلا اليورانيوم 235 92، لو كان ندو جمع الاف او 56 26،
السؤال المطروح كيف يمكن للتلميذ أو كيف يمكنك بالنسبة للمترشح البكالوريا معرفة أي النواة مستقرة أم النواة غير مستقرة؟ لهذا جمع هنا على سبيل المثال كل ما كان عندك نوت أقل كل ما كان درجة استقرار أكثر، لكن هذا غير كافي. لمعرفة النواة المشعة يجب التطرق إلى ما يسمى فكرة ماذا؟ تطبيق ما يسمى فكرة أن ونقارنها مع زاد. إذا كانت نواة أن أكبر من زاد فهي نواة مالها مستقرة، أن لا تساوي زاد نواة مالها هذه شنقول هنا مستقرة، هذه شنقول هنا غير مستقرة. كي نقول مستقرة يعني شنقول هنا هذه غير مستقرة، شنو قصدوا بها؟ باللي مشعة منها شنقول هنا غير مشعة. ندو مثال هنا الله يجازيكم بالنسبة لهنايا، ولا نعاودوا نفوتوا نشوفوا الصبور نكبروا الشكل. نقولوا غير المثال تاعنا، ادينا مثلا الكربون 12 6، ادينا مثلا على سبيل المثال الهيليوم HE 4 2، ادينا اليورانيوم 235 92، بالإضافة إلى FE 56 26. نعود نقول الفكرة، احنا قلنا نقارن أن مع زاد، نقارن أن مع زاد، إذا كانت تساوي قلنا مالها مستقرة ما بين قوسين يعني مشعة أم غير مشعة. إذا كان أن لا يساوي زاد فنقول هنا مالها نواة مالها غير مستقرة، منطقيا شتولي مشعة. لاحظوا مع بعض هنا عندنا هنايا لو كان هنا شحال راه زاد؟ 6. ان اللي هو هذا ا وهذا زاد، عندنا شهوة 12 ناقص 6 شحال جينا؟ ان جينا 6، صدي زاد تساوي ان، يعني هنا شنقول في الحاله هنايا نواه مالها مستقره، نواه مالها مستقره. نفوتوا هنا بالنسبه لهنايا شحال عندنا هنايا زاد؟ شحال عندنا هنا زاد؟ 2. عندنا ان ما هو؟ هو ا ناقص زاد، ان شجين هنا ان تساوي 2، ان تساوي زاد نواة مالها مستقرة. بالنسبة لنواة اليورانيوم شحال عندنا زاد؟ 92. شحال عندنا هنا ان اللي هو 235 92، شحال جينا هنايا؟ 143. هنا ان لا يساوي زاد، وبالتالي مالها نواة مالها غير مستقرة. بالنسبة لهنايا النواة الحديد زاد 26، ان 30، هل ان يساوي زاد؟ ان لا يساوي زاد، وبالتالي هنايا نواة هنا الاشكالية نواة مالها مستقرة. في الحالة هنا كنلاحظوا مع بعض هناك تناقض، هناك تناقض، ان يساوي زاد مستقرة، ان لا يساوي زاد مالها غير مستقرة. بالنسبة هنا مستقرة، هنا مستقرة، لكن كنشوفوا نواة الحديد، نواة الحديد عندنا ان 30 زاد 26 ما هي نواة غير مستقرة. هنا الإشكالية وراها أن تطبيق هذه النظرية صالح في مجال معين، صالح في مجال ماذا؟ معين، لا يمكن تطبيقها في جميع المجالات، أو ما يسمى في هنا زاد يكون أصغر أو يساوي 20، يعني تطبيق هذه النظرية ليكون زاد أقل أو يساوي 20، كما نشحر هنا يا زاد طبقناها يعني صحيحة، زاد هنا 2 طبق الأصل من 20 طبقناها، فوق 20 ما نجمش. على سبيل المثال الحديد 26 أن لا يساوي زاد هنايا وقينا نواة مالها مستقرة، لأن النظرية هنا هذه صالحة واش؟ زاد أصغر يساوي 20. بالنسبة لتمارين البكالوريا لو كان لاحظوا مع بعض قال أنا وياه اللي تم طرحهم في البكالوريا زاد أصغر أو يساوي 20. الإشكالية دركا على سبيل المثال كيفاش أنا مثلا أو أي أستاذ أو بالنسبة للمترشح يعرف باللي الحديد نواة مستقرة اليورانيوم نواة مالها غير مستقرة؟ هذه الإشكالية واللي يبقى هنايا السؤال المطروح للا يبقى يخمم، لأن كنا نلاحظوا بعض الإشكاليات. أغلب التلاميذ شي يدير لك أن يساوي زاد، إذا كانت تساويها مستقرة لا تساويها غير مستقرة في جميع هنايا، وهذه الإشكالية يجب تصحيح المعلومة. عندنا نظرية أن يساوي زاد نطبقها في حالة وحيدة اللي هي ما هي؟ حالة لما زاد يكون أصغر ويساوي 20، يعني في هذه الحالة شنو ندير هنايا؟ ندير هنا كملاحظة، شنو ندير هنا كملاحظة؟ ندير هنا ملاحظة واحد،
ملاحظة واحدة، يمكن معرفة الأنوية المستقرة والغير مستقرة بتحقيق أو بمقارنة آن مع زد. إذا كان آن يساوي زد، قلنا النواه مالها مستقرة. إذا كانت آن لا تساوي زد، نواه مالها غير مستقرة. قلنا صالحة في جميع المجالات؟ لا. هنايا شرط يكون زد أصغر أو يساوي 20. السؤال المطروح اللي كنت سائل فيه، إذا كان زاد فوق 20 كي ندير نعرف هاد النواة مستقرة أم غير مستقرة؟ لهذا في الحالة شوف نطرق ما يسمى بماذا. هنا في حالة زاد أكبر من 20 نلجأ إلى ما يسمى مخطط أنزت. مخطط ان زد. نعاود ناكد الله يجازيكم، بالنسبه للنواه المشعه باش نعرف نواه مشعه ونواه غير مشعه نطرق مقارنه ان مع زد. وقلنا هذه النظريه في الصراحه زد اصغر او يساوي 20، زد فوق 20 والفوق منطقي هنا شنديروا هنايا الخلل عذرا زاد اكبر، لان هنا درنا زاد اصغر يساوي 20، هنا زاد اكبر من 20. نلجا الى ما يسمى مخطط ان زاد، الاسم العلمي يسمى مخطط سيغري.